وجهة نظري ان الفريق لم يكن سيء قوي، لا، سوء توفيق مع قلة التركيز مع شوية دلع، معلش نتقبلها. ليه هنتقبل هذا الأمر؟ هقول لحضراتكم أنا على الأقل يعني، وأتمنى أن حضراتكم تكونوا معايا في هذا الموضوع، لأنه عندنا يوم الثلاث اللي جاي مباراة مهمة جدا وصعبة جدا في نفس الوقت. المباريات اللي بتبقى بعد الهزيمة بتبقى صعبة جدا، بتبقى صعبة جدا. طيب ربنا كرمنا بإذن الله كسبنا يوم الثلاث، هنعمل إيه؟ هننتظر مباراة يوم السبت القادم مع المريخ، صح؟ طيب خلونا نتكلم على البطولة الأفريقية. أنت اتغلبت أهو من سان داونز، صح؟ عندك ثلاث مباريات على أرضك بتسع نقاط، وعندك نقطة أدي 10. لو كسبت الثلاث مباريات اللي على أرضك مع النقطة أنت خلاص وصلت للدور الثاني، كتاني بقى كأول هنشوف ساعتها. وعندك مباراة سان داونز هناك، اللي موسيماني قال إن أنا خلاص لازم أكسب في سان داونز أو لازم أكسب في جنوب أفريقيا. وبالتالي انت عندك اربع مباريات، منهم ثلاثه على ارضك، اثنين مع المريخ السوداني ومباراه الهلال، واحده منهم مش على ارضك، يعني المريخ السوداني بيلعب مبارياته مش في السودان، بيلعبها في القاهره، وبالتالي المباراتين على ارضك في القاهره، هتلعب ثلاث مباريات هنا وواحده بره. فالموضوع بالنسبه لك ان شاء الله نسب وصولك للدور اللي بعد كده كبيره، وما تزال في ايدك كلاعبين، ما تزال في ايدك كلاعبين وجهاز فني طبعا. لكن زعلانين، زعلانين جدا ومتضايقين من اداء اللاعبين، من اداء الجهاز الفني، من اداء المجموعه اللي لعبت، ولكن في نفس الوقت هم دول لاعبتنا اللي جابوا لنا في كل حاجه، يعني فرحونا في كل حاجه، فرحونا في كل شيء خلال الفتره اللي فاتت. مين من جمهور الاهلي ما كانش مبسوط الفتره اللي فاتت قبل المباراه دي